لكل نبي بيمر عليه قصص وأحداث ومواقف غريبة، ولكل قصة وحكاية بناخد منها موعظة وحكمة بتفيدنا في حياتنا. وقصتنا اليوم قصة ويا لها من عجب، وإن أراد الله شيئا فيقول كن فيكون. هو ممكن الأقدار تتغير؟ طب تعالى واسمع معايا القصة دي وصلوا على نبينا محمد وتبدأ حكايتنا. كانت في امرأة لا تنجب أطفال ودايما تدعي ربنا إنه يرزقها، ولكن ربنا ما أردش. فخطر في بالها فكرة إن هي تذهب لنبي الله موسى عليه السلام وقالت علشان هو نبي يمكن دعوته تستجاب. فقالت له: يا نبي الله، ادعي لي ربك أن يرزقني بولد صالح يفرح قلبي. ودعا سيدنا موسى ربه بأن يرزقها بطفلان، وراح سيدنا موسى عشان يطلب من ربه، فأجاب الله عز وجل: إني كتبتها عقيمة. وراح سيدنا موسى وقال لها: يقول الله عز وجل إني كتبتك عقيمة. وتروح المرأة وتعود تاني بعد سنة وترجع وتقول لسيدنا موسى: يا نبي الله، ادعو لي ربك أن يرزقني بطفلا صالح مرة أخرى، لأني لم أفقد الأمل في رب الرحيم. ودعا سيدنا موسى ربه مرة تاني عشان يكبر بخاطر المرأة، لعل الله يكبر أن يرزقها بالولد. ويرد الله على نبينا موسى للمرة التانية: إني كتبتها عقيمة. وهنا بقى العجب على اللي شافه سيدنا موسى ورد فعله ليه إيه. وبعد مرور سنة يشوف سيدنا موسى المرأة دي وهي ماسكة طفل بين إيديها، ويقف سيدنا موسى مندهش ويسألها: هو مين الطفل ده؟ وهي ترد عليه وتقول له: ده ابني. ويروح سيدنا موسى ويكلم ربه: يا الله، جئتك مستعجبا وعقلي لم يستوعب، ازاي يكون للمرأة دي طفل وهي كتبت عقيمة؟ ويرد عليه ربنا ويقول له: تعالوا بقى شوفوا هنا قدرة وعظمة ربنا. فيقول الله عز وجل: كلما قلت عقيم فهي تقول رحيم، فطغت رحمتي على قدرتي. فسبحان الله قادر على كل شيء. والمضمون هنا من الحكاية اننا ما نيأس من رحمة الله، ونحسن الظن بالله، ونوروا قلوبكم وألسنتكم بالدعاء، ولا تقنطوا من رحمة الله، وربنا يكبر ويدي كل مشتاق. خلصنا حلقتنا النهاردة، والرجاء عمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وكنتم مع معلومة مع بيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.